ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. دايما تلاقينا بنسمع كلمة أكسدة أو مضادات أكسدة في مجالات كتير جدا، ومن كتر ما المصطلح ده شائع وفي ناس مش يعني بتبقى فاهمة معنى يعني إيه مضاد أكسدة، بقت مرتبطة بالخضار والأكل بس. لكن الأصح إن الأكسدة هي عملية بتحدث طبعا داخل الجسم بتحتاج لمضادات ليها كمان. عشان كده فقرتنا النهاردة هتتكلم عن إيه هي المضادات الأكسدة وبتساعد الجسم في إيه، هل بتساعد في حاجات مهمة فعلا، وإيه هي طرق مضادات الأكسدة. كل ده وأكتر هنعرفه مع ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني في الاستوديو، دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. أهلا بيك يا دندون. أهلا بيك يا روح قلبي. منورانا حبيبتي. نورك يا حبيبتي، تسلميلي. طبعا ببقى سعيدة بوجودك معايا. أنت عارفة بحس إن احنا قاعدين كده قاعدة يعني فاميليير خالص، وقاعدين كده مع بعض بنشرب حاجة دافية. أيوه. مغذية برضو. نعناع وحاجات مفيدة. صح. ونتكلم مع بعض. أخضر وشاي أخضر. عشان الشاي الأخضر مضاد أكسدة قوي بالنسبة للنهاردة الحلقة عن مضادات الأكسدة. أي ما احنا عايزينك تقولي لنا فهمينا المفهوم بقى. يعني في أنا لما بسمع مضاد أكسدة ده في ده في مضادات أكسدة، طب يعني إيه مضادات أكسدة؟ وبتفيدنا بإيه أصلا مضادات الأكسدة دي يعني؟ ادينا بقى المصطلح كده للناس اللي بتتفرج علينا بحاجة بسيطة نفهمها. أكسدة الخلايا، أنا بعتبر أكسدة الخلايا موت بالبطيء. ليه بقول على أكسدة الخلايا موت بالبطيء؟ لأن بنعمل حاجات في حياتنا اليومية بتعرض خلايانا، وإحنا جسمنا كله عبارة عن خلايا. الدم خلايا، القلب خلايا، الكبد خلايا، الشعر خلايا، البشرة خلايا، كل دي خلايا حية. فبنعمل حاجات في حياتنا اليومية بتعرض خلايا جسمنا إلى أكسدة. وده تلف للخلايا بدري بدري وتعجيز للخلايا بدري بدري. يعني الخلايا بتعجز قبل أوانها أصلا. فلازم أن احنا نحاول نغير اللايف ستايل بتاعنا بعادات صحية وناخد أنتي أوكسيدنتس. أنتي أوكسيدنتس لو هتكلم إيه اللي بيخلي جسمنا يتعرض للأكسدة؟ إيه بقى العوامل دي؟ لو هتكلم عن الأكل، الزيوت اللي بتتحمر بالخمس وست مرات، بنحمر البانيه وبنحوم سمبوسك بانيه أو يتصفى الزيت ويتاخد بقيته في حاجة تانية، في حاجة أو دي قاتلة بالنسبة لي أنا شخصيا. الزيت ارموا الزيت خالص. يترمي. ونحط زيت نظيف. عشان كده أنا بحب أي حاجة مقلية أكلها في البيت ببقى عارفة انا قليها في زيت شكله ايه، قليها زيت جديد ولا قديم ولا ايه. فده بيعرض الجسم للأكسدة وانطلاق حاجه اسمها الخلايا الحره اللي بتهدم لي وبتتلف لي الخلايا بتاعتي اللي ما ينفعش تتلف دلوقتي. التدخين بيأكسد جدا طبعا، بكل انواع، سواء شيشه سواء تدخين عادي بيأكسد. التدخين السلبي ممكن حد ما بيدخنش قاعد جنب حد بيدخن برضه بيأكسد. التدخين السلبي بيأكسد برضه. النوم المتقطع، مفيش راحة في النوم. لو أنا كمان نزلت اتعرضت للتلوث في الهواء، العوادم سيارات أو وات ايفر، ودي ما بتبقاش احنا بنضطر ننزل يعني طبيعي. فلو في ملوثات في الهواء بتأكسد. لو نزلت من غير ما استخدم الواقي الشمس بتاعي أصبح أساسي دلوقتي. ده بيأكسد الخلايا. فعندنا كذا حاجة بتعمل أكسدة، فإحنا لازم وحتما ولابد ناخد أنتي أوكسيدنت عشان حتى الوش ما يعجز، خلايا جسمنا ما تشبش بدري بدري. ده مهم جدا جدا يا عظيم. طب قولي لنا بقى ندعم ده ازاي؟ أنا دلوقتي أعرف منين إن أنا عندي مشكلة وأبدأ بقى أنا أمشي ازاي حياتي؟ يعني أمشي على إيه الأساسيات اللي أنتِ تقولي لنا اخليها دي في اللايف ستايل بتاعتي، اخلي بالي منها قوي؟ نقلل برضو، ارجع اقول نقلل السكريات. اوكي. ناخد المعدل بسيط جدا في اليوم للسكر. حلو. طريقه الاكل كمان يبقى صحي. اوقات الاكل، الاكل نفسه. حتى الخضار السوتيه مش لازم اهريه في انت عارفه الفيتامينز اللي بتبقى في السوتيه. لو الفيتامينات بتتكسر مع الحراره. صحيح. فلو هرسته قوي السوتيه خلاص الفيتامينات اللي فيه مش هنعرف ناخدها، لان الفيتامينز هي الانتي اوكسيدنت. لو هتكلم على المشروبات، من اهم المشروبات الشاي الاخضر انتي اوكسيدنت. من اهم الفيتامينات اللي موجوده في العالم كانتي اوكسيدنت حاجتين، فيتامين سي ويليه
او الاهم كمان من فيتامين سي، فيتامين اي اللي هو بالعربي فيتامين ه. فيتامين اي مهم جدا لان بيقلل التهابات الجسم، بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. لو قعدت تاكل دهون ضاره كتير 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 وما خدش انتي اوكسيدنت، الدهون الضاره لو اتاكسدت هتعمل لي كوليسترول. فمهم جدا ان انا واصبحنا نلاقي بنات في سن صغير عندهم كوليسترول عالي. اه طبعا الكوليسترول مش تخين على فكره، سواء ملهاش علاقه بالسمنه خالص، مش تخين لا 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 لا. نوعيه الاكل اللي بياكلوها بقى، نوعيه الاكل اللي بره دي اكيد كمان الوراثه برضو ليها عامل، ليها عامل اكيد. وزي ما يقول لك ايه، ايه ده حد مليان قوي، ازاي نسبه الحديد قليله وازاي عنده انيميا؟ بتلاقي اصلا التخان هم عندهم يعني معظمهم بيبقى عندهم نقص فيتامين. صحيح، بيبقى نقص حديد وعندهم انيميا ونقص فيتامينات. بقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا، لازم لازم يجربوا المنتج المكمل الغذائي الرائع. وليه بقول رائع؟ لان ألب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت في الانتي اوكسيدنت. لو هتكلم دلوقتي على الانتي اوكسيدنت، ممكن كمان في الحلقه هتكلم بيعمل ايه ألب مالتي فيت غير الاكسده. مليان فيتامين سي، فيتامين سي عندي 500 ملي جرام. وبستاذن الساده المشاهدين ان هم يصوروا العلبه، ده شكل العلبه وده شكل القرص بتاعنا. تمام. القرص بيوريكي الفيتامينات، كل 13 عنصر جوه ألب مالتي فيت. الزنك، هما بادين بالزنك طبعا لان الزنك داعم جدا للمناعه وداعم للطاقه وداعم للذكوره وداعم للبشره والشعر. فيتامين ه ده اللي بقول عليه اللي هو 13.5 ملي جرام، هو ده اقوى مضاد اكسده في العالم. فيتامين ه يعني معنى كده الناس اللي عندها بشره دهنيه اللي هم عندهم دايما سرعه تاكسد، دول هيفيدهم قوي الفيتامين ده؟ طبعا ألب مالتي فيت هيفيد جدا البشره بشكل عام الدهنيه والجافه. ليه كمان بقول الجافه؟ لان انت عندك عائله فيتامين ب الكامله موجوده داخل هذا القرص. اوكي. فيتامين ب مهم جدا للترطيب. جدا. ولما البشره بتتاكسد بتعمل لي بقع. فيتامين ه وفيتامين سي بيحدوا جدا قصه البقع اللي بتطلع. جدا. وفيتامين سي بيحد افراز الميلانين. الميلانين هي الماده اللي بتصبغ بيحد لي افراز الميلانين. وفيتامين سي بيعلي لي امتصاص الحديد وبيعزز لي من الكولاجين. كل ده فيتامين سي. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين كلنا على الشاشه مميزات ألب مالتي فيت. عشان كده بقول ألب مالتي فيت انا في اعتقادي الشخصي ملوش منافس اطلاقا. وشفنا كمان ألب مالتي فيت كان مكتوب انه قوي كمضاد اكسده، فعلا قوي كمضاد اكسده، قوي كمناعه. لو انا سبت الاكسده، طبعا احنا زي ما شايفين عشان يعمل كمضاد اكسده هو قوي جدا كمضاد اكسده، مش بس يعمل كمضاد اكسده، يحتوي على مزيج الزنك والنحاس، وده بيميز ألب مالتي فيت. النحاس مهم جدا ان يبقى موجود مع الزنك. أوكي. يبقى انا بدعم المناعه والطاقه والذكوره والشعر والبشره. يجمع بين ايه بقى؟ زنك، بيوتين، نياسين. النياسين احد عائله فيتامين ب مع النحاس، لطعم لصحه الجلد والشعر والضوافر. ألب مالتي فيت واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، ودي حاجه قويه جدا ان اقول للناس ان كنتوا بتاخدوا حاجه امنه 100%. ألب مالتي فيت موجود في الصيدليات، فده بيدي امان. مفيش صيدليه هتحط مكمل غذائي كريم بشره شعر شامبوهات وات ايفر غير وهي واخده ترخيص أكيد. من وزاره الصحه المصريه او من هيئه سلامه الغذاء. فانا عندي منفذين للبيع لألب مالتي فيت، سواء هناخده من الصيدليه، احنا موجودين في سلسله صيدليات كبيره سلسله الصيدليات الكبيره موجوده في كل محافظات مصر، او اللي مش قادر ينزل يا اما تكلموا الصيدليه مش قادرين، او مش قادرين تنزلوا تاخدوا من الصيدليه. عندنا ارقام على الشاشه، دي ارقام شركه بايو ناتشرال. اوكي. بنقدر نوصل لكل محافظات مصر بلا استثناء، والسعر رائع جدا جدا، والسعر اكيد موحد بين الاونلاين بتاع الشركه وبين الصيدليه. طب قول لنا الناس اللي مش عارفه تتواصل، في ناس بتبقى بتشتكي ان تليفونات مشغول طول الوقت، نعمل ايه بقى؟ عملنا حاجه حلوه قوي. عشان ايه كل شويه تليفونات مشغوله؟ احنا اوريدي عندنا اربع ارقام، حطينا رقمين زياده. أوكي. حطينا رقمين زياده عشان احنا بنحب نسهل على كل العملاء. أوكي. ان يحاولوا لتواصل. وبعدين عايزه اقول لهم على حاجه، ممكن وقت الحلقه يبقى الست ارقام مشغوله،
صوروا الارقام، ممكن بعد الحلقه الدنيا تهدى شويه. اوكي. فبرضو صوروا ارقام اللي موجوده على الشاشه عشان لو حصل، وبعد حتى التليفونين اللي اتحطوا زياده على الارقام على اربع ارقام لقيتوه مشغول، اتكلموا في اي وقت، الكول سنتر موجود لخدمه الساده المشاهدين كلهم بلا استثناء يعني. هايل. طيب قول لنا بقى الجرعات، نتكلم بقى عنه كده، الجرعات بتاعته ناخدها امتى وازاي، ويعني خلال يومنا كده نمشي الدنيا ازاي؟ الجرعه هي قرص واحد في اليوم. أوكي. كفايه جدا قرص في اليوم، انا مش محتاجه اكتر من كده، انا عندي فيتامين سي 500 ملي جرام، عندي فيتامين اي، عندي بيوتين مهم قوي قوي، لو البنات اللي بتشتكي ان شعرها بيقع ما دام ما عندهاش مرض مزمن بيؤدي الى تساقط شعر ونسبه الحديد كويسه، جربي الف مالتي فيت. انا عندي زنك، الزنك مهم جدا للشعر، وده الزنك مهم لكل النشاطات الحيويه في الجسم. هي. الزنك مهم لاي خليه بتجدد، انا الشعر عندي بيجدد. صحيح. في المفروض ان اولموست 100 شعرايه بتقع في اليوم، وبصيله شعر بتنتج شعر تاني، فاوريدي بتجدد، الضوافر عندي بتطول ومن قصها بتتجدد. خلايا الدم بتتجدد كل 3 شهور من نخاع العظم، نخاع العظم هو اللي بينتج خلايا الدم. أوكي. سواء البيضاء او الحمراء او البلازما او وات ايفر، فاي حاجه في الدم او في جسمي بتتجدد لازم زنك، لازم زنك. طيب الب مالتي فيت بيعمل ايه؟ الب مالتي فيت داعم جدا للزنك لانه في اعلى تركيز في الزنك، صعب جدا لو بصيتي في اي مكمل غذائي تلاقي ان في نفس النسبه بتاعت الزنك. يعني هيبقى احسن له انه ياخد زنك بره خارجي لوحده، ما ياخدش زنك خلاص، هياخد الب مالتي فيت هياخده جوه الكبسوله بتاعت الالب مالتي فيت، ما يحتاجش زنك تاني. اوكي. ومش هيحتاج، مش هيحتاج نحاس، لان اوريدي كمان الب مالتي فيت في نحاس، لان النحاس الزنك مهما عليت الدرجه بتاعته انا ما عنديش نحاس الزنك مش هيشتغل. لازم الزنك عشان زي مثلا فيتامين دي وكالسيوم. لو عندي نسبه الكالسيوم كويسه وفيتامين دي واقع، العظم مش هيمتص الكالسيوم. اوكي. فلازم برضو يعني بيبقى فيه كده فيتامينات بتكمل بعض، ومعادن بتكمل بعض. فطبعا الب مالتي فيت رائع، وبرجع اقول مرخص، وبرجع اقول الفيدباك ده اللي بيبسطني جدا طبعا، اللي بيبسطني قوي يا عظيمه. الحمد لله يعني ناس كتير جربت الب مالتي فيت وبتشتري الب مالتي فيت. اللي بيعجبني ان معظم الناس بلا استثناء رجعوا عملوا ري اوردر، اللي بيجربوا شهر ياخدوا او هو شهر بيحس بتحسن طبعا، فبيجيب بقى ستوك ليه مثلا او لمراته او لاولاده. مهم قوي الب مالتي فيت، خصوصا ان سعره بالنسبه للكم الفيتامينز اللي موجوده فيه مقارنه معلش يعني بفيتامينز ثانيه موجوده في الصيدليات برضو. صح. لا هي في فرق صح. كبير صح. خصوصا صح. لو احنا طلبنا حاجه يعني مصري كمان مش مستورد. فانا شايفه انه هو بصراحه انا مبسوطه، يعني انا مبسوطه انه في منتج. شوفي انا بدعم جدا وبسعد قوي من الشركات المصريه فعلا لما بتكون عايزه تتفاخر او تعمل حاجه في وتاسس برودكت مظبوط. صح. مش صح. على انها تعمل حاجه غاليه وحاجه يعني مش في تناول الجميع. صح. هو المنافسه هنا على الاساس بتاع المنتج ده. انا احس بالتحسن، فاهمه قصدي ازاي؟ والله كل الناس بلا استثناء من كل فئات المجتمع، مش بس ان الصحه مقتصره على الغني، الغني والفقير من حقه يدعم صحته ويدعم مناعته، من حقه. خصوصا ان في حاجات كتير جدا في شركات مصريه احنا بنخاف منها يزين. يعني ما بقتش زي زمان، يقول لك دايما الماده الفعاله مش شغاله قوي يعني، فدي كانت قعدنا فتره احنا عايشين بالفكر ده. حتى لو عايزه حاجه للصداع اقول انا هجيبه بقى مستورد عشان ابقى والله عشان الماده الفعاله تبقى كويسه. ايوه. اكتشفت ان في واحنا بنكلم الصيدليه يقول لك يا فندم ده في دواء بكام ده؟ يقول لك مثلا سعر بسيط زهيد جدا، مش عارفه ده ب 6 جنيه ولا بس ده ما تلاقيهوش قليل، بس مفعوله احسن من اللي انت هتجيبيه مثلا مستورد. انا بدعم الشركات المصريه جدا، وبدعم شركات الادويه، احنا عندنا احسن حاجه في الدنيا بجد بلا يعني انا فعلا بدعم. حتى اللبس بقت كتير جدا في اللبس بجيب حاجات مصري، فلا طبعا مصر رائعه وشركاتها رائعه ومصانعها رائعه، كل حاجه فيها رائعه. ولا احنا ندعم المنتج المصري، لازم ندعم المنتج المصري طالما هو كويس يا دينا ومرخص، وطبعا طبعا امن. اهم حاجه وانا بقى امن، وبرجع اقول ان الب مالتي فيت مكمل غذائي مصري رائع
في 13 عنصر، 13 فيتامين ومعدن، مرخص من هيئة سلامة الغذاء المصرية، يعني أخذ التراخيص وأخذ التستات اللازمة، وإن النسب بتاعته مناسبة وإن المواد بتاعته فعالة. خدوا الترخيص ده مش سهل على فكرة. أنا عارفة. قبل ما ندخل في الجزئية دي بقى اسمحيلي هناخد نور معانا على التليفون. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا دكتور، إزيك؟ أهلا بيك دكتور، معاكي حبيبتي. أهلا بيك يا نور. الحمد لله. أمين. معاكي يا حبيبتي. كنت عايزة أسأل سؤال بس استفسار كده يا دكتور، هو أنا دايما ببقى في الجامعة وأغلب وقتي بيكون بره. اغلب وقتك ايه يا نور؟ بره، بيكون بره. بتاكلي يعني بره كتير قصدك؟ عايزه تقولي لي كده. ايوه كده، وبحس ان الفيتامينات وعملت حليب ففيتاميناتي كلها واقعه. فهل الملتي فيت هيبقى كويس؟ هيعوضني على الفيتامينات ويديني طاقه لاني اقدر كمان اروح الجامعه؟ لان برضه الاكل اللي هو مش هو الاول اللي هو الفاست فود برضه مش اكل بيكون من البيت. صح. نور انت من اسيوط، اهلا بيك يا حبيبه قلبي. اهلا بيكي يا دكتور. هتجربي قلب مالتي فيت طبعا، هيبقى رائع معاكي، هيبقى حلو جدا، تركيزك هيعلى، نشاطك هيعلى، مناعتك هتعلى. وخلي بالك الاكل الفاست فود مش بلاش طول الوقت فاست فود، لان طول الوقت فاست فود مناعتك قليله، طاقتك قليله وحاجات كتير. بس قلب مالتي فيت هتاخدي منه قرص واحد مع انك تحاولي تاكلي اكل صحي من البيت، هتلاقي نتيجه رائعه. النتيجه هتلاقيها في خلال يومين. انا بحب ادي رينج، انا بقول في خلال اسبوع. لا، انا الفيدباك بتاعي بتوع الساده العملاء اللي اشتروا قلب مالتي فيت بيقولوا لي والله يا دكتوره دينا في خلال يومين الطاقه والتركيز بقوا احسن بكتير. فهو قرص واحد بقول لنور. شكرا ليك يا نور. هتاخديه منين؟ طب التواصل ازاي؟ يا اما الصيدليه اللي جنب بيتك، سلسله صيدليات كبيره احنا موجودين فيها، يا اما تكلمين عن طريق الرقم اللي ظاهر على الشاشه. ونور هستناكي في خلال اسبوعين، يا ريت تعودي الاتصال بعد الاستخدام وتقولي لي رايك فيه. والله انت حاجه هي اصل البنات الصغيرين دول، بصي انا ببقى يعني متعاطفه معاهم جدا حبايبي، لان طول اليوم فعلا بيبقوا بره ومجهودهم بقى اكتر. صح. واتمنى يا رب ان هم يلاقوا فعلا حاجة واحدة، فعلا ما يبقوش مضطرين ياخدوا 100 حاجة. صح. فكرة بقى التراخيص، عشان دي حاجة مهمة برضو، اللي احنا لازم نعرف الناس اللي مش عارفة هو ينفع أي منتج ينزل في الصيدلية إطلاقا. طيب لو مش مرخص لا يمكن يتحط على الرف، لا يمكن. لا يمكن. اوكي. المنفذ الوحيد، لو المنفذ الوحيد بالنسبة لألب مالتي فيت، احنا ما عندناش منافذ أخرى، أرقام الشركة والصيدلية. فعلى أوكي. طول بقول الصيدليه ده الامان، ان انا باخد اي دواء، اي مكمل، اي حتى كريمات الشعر او كريمات البشره، يقول لك ايه لا طب الكريمه اشتري اونلاين، لا اشتري في الصيدليه، ايه المشكله؟ ما فيهاش حاجه، ما هو بيحطوا 100,000 نوع برضه. كويس، في انواع محترمه جدا. اللي قادر ياخد الغالي ياخد، واللي قادر ياخد واللي مش قادر ياخد الغالي خده الرخيص. ومش معنى كده ان سعره قليل وحش، ما هو برضه اكيد هو عامل فيه حاجات خصائص حلوه واحنا ندعم. مش هينفع اقول الاسماء على الهواء. رائع رائع. حاجات يعني كريمات للبشره ب 20 جنيه و 30 جنيه، رائعه. ايوه صح. فاللي قادر على السعر الكبير اوكي، ما تروحوش بقى، تروحوا معرفش فين، يقول لك ده مستورد وده مش عارف يعني، وبنكسر سعر احنا الصيدليه. احنا بناخد الروشته احيانا على مكان معين بنصرف منه الحاجه دي علشان تتجاب من حته. لا، الحاجات اللي نزلت يعني ده بنستورد، المستورد مثلا ب 500 جنيه حضرتها بتبيعها لي ب 30 جنيه. فالحاجات دي ناخد بالنا منها كويس جدا. لا خلاص، ما هي الناس بقت الحمد لله بقت على وعي دلوقتي، الدنيا بقت جميله. بالظبط. انا مبسوطه جدا. طيب قول لنا، احنا قلنا الجرعه بقى هناخد قد ايه لنور او يعني كل العمر، الفئه العمريه دي كلها لينا الجرعه؟ الجرعه المناسبه قرص واحد. هو قرص، مش اتس نوت ا كبسول، اتس ا تابلت. قرص قرص واحد في اليوم بعد الوجبه الرئيسيه او بعد الفطار لو بيفطر كويس او بتفطر كويس، او بعد الغداء بساعه على كوبايه ميه كبيره. لان الميه هو سريع ذوبان في الماء فهيمتص احسن. هي. بس كفايه. كويس. وما فيش مشكله من طول الفتره يعني، لو قعدنا نمشي عليه ما فيش مشكله. ديلي روتين. اوكي. وما فيش مشكله مع اصحاب الامراض المزمنه عندي. اوكي. وما مش محتاجين نوقف شهر وناخد 3 شهور ونوقف شهر. لا لا لا. هو الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء، الاكسيد بينزل عن طريق اليورين او البول. البول. لكن هو حتى مش هيحصل له اكسيد، لان النسب عندي بسيطه، النسب ما تقلقش. نقدر ننسب. والكالسيوم، برجع اقول الكالسيوم 70، فعشان كده بقول لكم امشوا عليه لايف ستايل. مش مضر باي حاجه اطلاقا. اطلاقا نسبه الكالسيوم ما تخوفنيش ان انا امشي عليه ديلي روتين.
انا بشكرك جدا حبيبتي بجد والله بجد، ميرسي ليكي، ميرسي على اجابتك على اسئلتنا، ميرسي لتواصل حضراتكم معانا، يعني لمشاركتكم كمان الراي، عايزين نعرف ارائكم، وكل اللي هيجرب ولسه ما جربش او اللي جرب وحابب يعني يقول لنا تجربته. انا بشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعه. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني، دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، شرفتيني ونورتيني حبيبتي. تسلمي. بشكر حضراتكم لحسن المتابعه، ونرجو ان تكون الفقره افادت حضراتكم. واخيرا الوقت بيخلص بسرعه، من هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.